مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كيراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم وانتم في كامل صحتكم وعافيتكم يا ربي، والله يدومها علينا وعليكم. كيراكم دايرين مع العطلة واول ايام العطلة؟ اليوم رانا يوم الجمعة وجات العطلة هذه المفاجئة، الله يجعلها علينا خير ان شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل للمرضى اللي راهم في المستشفيات، وربي بعد علينا هذا الوباء وسائر الامراض والاسقام يا رب العالمين، امين ان شاء الله. المهم اخواتي كيراكم دايرين مع العطله؟ كيف جاتكم هذا الخبر المفاجئ؟ يلا كل واحده فيكم تحكي لي. فكما راكم تشوفوا خوتكم مفيده خرجت هي والعائله الصغيره تاعها، يعني انا وزوجي وليداتي، دينا الوليدات هكا للطبيعه. كما تعرفوا خوتكم تموت على الطبيعه، خرجنا هنايا لبلديه بوقوس ومن بعد مشينا من تما للبحر. يعني اذا كنتم مهتمين بقاو معايا لاخر الفيديو، الصراحه غادي نخلي لكم الصوت تاع امواج البحر، غادي نخليكم تسمعوا شويه الطبيعه. ومن هاد الاصوات اللي سمعتهم اليوم في الطبيعه واحد الصوت، انا خمنت انه يكون بطه او طائر، والزوج تاعي عطاني اقتراح اخر، فانتوما سمعوا الصوت وخلوا لي قبل ما تعاودوا ناكد لكم الخبر، خلوا لي في التعليقات شو هو هذا الصوت. المهم انا الصراحه فاجأني. هاشي راز، قولوا لي يا درا عرفتوه شو ولا هذا؟ المهم انا في الاول ما عرفتهاش وخسرت الرهان مع الزوج تاعي، لاني قلت له بطه ولا طائر، وهو ربح الرهان لانه قال لي ضفدع. نعم كان واحد الصوت تاع الضفدع، وانا تفاجات لاني اول مره في حياتي نسمع الضفدع يدير صوت كيما هكا، والصراحه تفاجات. سبحان الله شحال في عمري 36 عام، وهذا الشيء اذا اكد حاجه فانما ياكد باللي احنا ما نعرفوا حتى والو، ومهما عرفنا وكبرنا وبلغنا يعني في واحد درجات ما غاديش نعرفوا كلشي. وكانت هذه اختبار بسيط يعني اللي فريمون اكد لي بلي احنا ما نعرفوا حتى والو، والصراحه كان صوت ضفدع وانا اول مره نعرفه. المهم الشينات اللي خسروا الرهان فارواحوا تستفوا معايا. على بالي فينا رانا بزاف. المهم خرجنا هكا كيما شفتوا، رحنا لبلديه بوقوس، ومن ثم كذلك عودنا فتنا لمدينه القاله ورحنا لبلاج ميسيدا. وصراحه كان واحد الجو جد رائع، وكان الحمان كان جو سخون، والمهم يعني درنا فيها واحد التحويسه، وانا نشوف في هذا الجمال كله اكيد اكيد ما غاديش ننسى فيه. اميرات وجميلات القناه تاعنا، تحيه لكم كلكم كلكم كلكم، ربي يحفظكم ان شاء الله بدون استثناء. ونوجه التحيه خاصه لاختي ام رحيم من العاصمه وكل سكان العاصمه، اختي ام اماني اكرام ومنير من دلس، تحيه لكم جميعا. اختي ام اياد، اياد وحاجي، تحيه لكم لوليداتي. ام روان كذلك، ولدي روان يا من الجزائريه، تحيه ليك اختي وكل النساء الجزائريات. وسام ألسة أم سلسبيل، وأختي كذلك نادية أم زينو، تحية لأختي حبيبة الخير الله يخليك ديما مولات الخير. أم وسام وأم محمد عماد، تحياتي لوليداتي كلهم وسام ومحمد وعماد. تحياتي لأختي كذلك كهينة حماني، أختي كذلك ديكو دي زاد من الجلفة وكل سكان الجلفة الطيبين، نموت عليكم. أختي أم مريم وسيسي سوسو و اما واختي امينه، غادي نخليهم لكم هكا مكتوبين باش يعرفوا اسمهم. ربي يحفظكم وتحيه لكم جميعا 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 بدون استثناء. كيما نوجه تحيه كبيره لاخواتي المغربيات والتونسيات ومن جميع اقطار الوطن العربي، ربي يحفظكم ويخليكم ليا ان شاء الله.
وكان هذا صوت أمواج البحر على المباشر من شاطئ لاميسيدا بمدينة القلعة ولاية الطرف. نتمنى إن شاء الله أن الفيديو تاع اليوم عجبتكم ويعجبكم صوت أمواج البحر، عجبتكم الطبيعة في المدينة، ونتمنى إن شاء الله أنكم تزوروا مدينة الطرف اللي مازال ما زارهاش، وتزوروا مدينة القلعة وجميع مدن اللي كاينين في مدينة الطرف على العموم، لأنها فريمون واحد المدينة اللي شابة شابة بزاف. بالنسبة للأخت فقط اللي قالت لي مفيدة، خصني لي زوتيل وخصني يعني أماكن تاع الراحة وكذا في مدينة الطرف، وعن في الخصوص في مدينة القلعة، فأنا ما نسيتكش إن شاء الله، نحاول نجمع لك الموضوع من مجاميع وكما قال لك باش نعطي لك معلومات وافية وكافية على الموضوع بحول الله. المهم هنا خرجت تمشيت كما كنت تشوفوا، نوت وتمشيت ولعبت البول أنا وراجلي وليداتي. المهم سرحت شوية كرعية وتنفست هواء منعش، يعني بالرغم من الهزيمة تاع اليوم في الريهان، لكن الحمد لله يا ربي يعني فوتنا وقيتها شابة. وليداتي كذلك اليوم كانت اول سباحه ليهم يعني في هذه السنه، بداو يعوموا، المهم دخلوا عام، واليوم ان شاء الله صحه وهنا عليهم يا ربي، لانه وليداتي من الاطفال اللي ما ينجموش يصبروا هكا كي يشوفوا الماء. ومن هنا أخواتي أنا نخليكم ونقول لكم مشاهدة ممتعة مع بقية الفيديو اللي بديتها لكم اليوم في أول أيام العطلة، اللي نتمنى إن شاء الله يكملها ربي علي وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية يا ربي، بالصحة والهنا والعافية يا ربي، وتمام الصحة يا ربي سختو في هذه الفترة اللي رانا نمر بها في هذه الفترة الحرجة. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تكمل على خير وبخير بحول الله. مهم تخلوا لي في روحتكم، ما تنسوش تخلوا لي في التعليقات أراءكم واقتراحاتكم متطلباتكم لما لا وانشغالاتكم، خلوهم لي في التعليقات ونقراهم ان شاء الله ونحاول نلبيهم لكم. انتظروني في فيديوهات اخرى ايضا تشجيعيه وتحفيزيه لاستعدادات ان شاء الله للشهر الكريم. اللهم بلغنا اياه يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. المهم تهلوا لي في رواحكم وعطله ممتعه للاطفال، بوسوهم لي وعنقوهم في بلاصتي، قول لهم بوسه تعطاكم مفيده، نبغيكم بزاف، تحيه للجميع. ما تنساوش لي مازال ما اشتركوش في القناه انكم تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله، وما تنسونيش طبعا من اللايكات ودعاوي الخير، نبغيكم بزاف، بوسه لكم جميعا والسلام عليكم.